السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن دمج الركلات. زي ما خدنا الركلات كلها في الحلقتين اللي فاتوا، الأمامية والجانبية والتويستد كيك أو التويست كيك والراوند هاوس كيك والفرونت كيك والسايد كيك، تمام؟ زي ما خدنا الركلات دي كلها، النهاردة إن شاء الله هنعمل دمج ليها، يعني إزاي تنقل من ركلة لركلة، يعني تقدر تستخدم أكتر من ركلة أثناء الفايت، تمام؟ وإن شاء الله في الحلقة الجاية هناخدها في قتال واقعي مع الفرونت كيك والسايد كيك. هنلعب ركلتين مع بعض، الأمامية والجانبية، تمام؟ نفس اللي كنا بناخده المرة اللي فاتت، النقلة بتاعة الأمامية والنقلة بتاعة الجانبية، تمام؟ إحنا دلوقتي هنخش إزاي نضرب الركلتين، نحول من ركلة لركلة، تمام؟ دلوقتي واقف بالشكل ده كده أهو، وضعية الجي كيمينج، ما هقوم ناقل وزني كله على الرجل التانية زي ما قلنا أهو، هنقل وزني كله، هضرب فرونت كيك ومحول بالشكل ده كده، يعني كانت ركبتي أفقية حولت لطريقة الركبة بتاعة السايد كيك، يعني بعد ما كانت أفقية بالشكل ده كده خليتها مايلة على الجنب اللي هضرب ناحيته، تمام؟ تاني واقف بالشكل ده كده، طلعت من السنتر لاين أهو، طلعت فرونت كيك، بعد كده نقلت سايد كيك، يعني بضرب الأمامية وبعد كده الجانبية، تاني أهو فرونت كيك سايد كيك، بضرب أمامية في جانبية. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت بنركز على طريقة اللعب بتاعة الركلات، يعني بالذات في الجانبية والحاجات دي بتبقى خارجة من السنتر لاين، مش بلعبها مجرد ركلة وخلاص، لا بتخش كل حاجة من السنتر لاين، تمام؟ من الزاوية دي أهو فرونت كيك، أو زي ما أنتوا أخدين بالكم كده بطلع من السنتر لاين فرونت كيك، وبعد كده بقوم مايل، يعني الركبة كانت أول حاجة كده، بعد ما بضربها كده بخليها بالشكل ده كده عشان أعرف أضرب السايد كيك. تاني أهو واقف بالشكل ده كده، فرونت كيك سايد كيك، يعني بعد ما ضربت باخد الدفعة بتاعت السايد كيك وأنا راجع، تمام؟ وطبعا مش معنى كده إن أنا ممكن أضرب ركلتين بس، ممكن ثلاثة، ممكن أضرب كل الركلات ورا بعضها عادي. كتر ما اتمرن على الركلات بأداء صحيح هتلاقي الركلات كلها جت معاك بطريقة منتظمة وكويسة، تمام؟ مرة أخيرة فرونت كيك والسايد كيك أهو، فرونت كيك سايد كيك، تمام؟ وزي ما قلنا الركلات ما تبقاش عالية قوي زي ركلات التايكوندو، تمام؟ دلوقتي هننقل على اللي بعد كده، هناخد بعد ما خدنا الفرونت كيك والسايد كيك هناخد ضربة الدروب كيك أو الداون كيك مع الراوند هاوس كيك، يعني مع الوش قدم. الركلة اللي انتوا فاكرينها حضراتكم المرة فاتت كانت بالشكل ده كده، اما قلنا بتبقى شبه الأمامية بس الزاوية مايلة وتكون طالعة بالشكل ده كده وبتركز على الأماكن السفلية، ما بتطلعش لفوق قوي، بس مش معنى كده ان هي قاعدة ثابتة، لا، تمام؟ هنستخدمها مع ضربة الراوند هاوس كيك أو الوش قدم، تمام؟ أهو واقفين بالشكل ده كده، ضربنا الضربة سواء في المستوى ده أو في اللي أعلى، تمام؟ تاني أهو بطلع من السنتر لاين وركبتي مش بتبقى أفقية ولا مايلة كده، لا تبقى مايلة للخارج، في الركلة دي بتبقى مايلة للخارج أهو بالشكل ده كده، طلعت بالشكل ده كده، بضرب الضربة بقوم لافف تاني زي ركلة الجانبية بس هفرد وش رجلي عشان أضرب الراوند هاوس كيك أو الوش قدم، تاني واقف بالشكل ده كده، ضربت بالشكل ده كده ودخلت وش قدم بعدها، يعني دخلت أول حاجة الدروب كيك او الداون كيك مع الراوند هاوس كيك، تاني اهو نقلات الركبه ونقلات الوضعيات دي لازم اتقان كويس جدا عشان تعرف تتقن الركله بطريقه صحيحه، يعني مش مجرد ان انت تضرب وتقوم ناقل وتفقد التوازن ويختل توازنك وتقع في فايت او في قتال واقعي، تمام؟ لا، لازم تركز على النقلات المظبوطه عشان ما تفقدش التوازن بتاعك. تاني اهو بالشكل ده كده ضربت سواء في المستوى ده او في الاعلى، تاني اهو ضربت بالشكل ده كده، بعد كده بنقل على الوش قدم، يعني بعد ما ركبتي كانت للخارج بالشكل ده كده اهو، ركبتي كانت للخارج لفتها بقت للداخل، يعني وشها لجوه بدل ما كان وشها لبره من الزاويه دي اهو، ركبتي للخارج لبره، ضربت بالشكل ده كده لفتها لجوه وضربت الوش قدم ونزلت تاني، تمام؟ كده يبقى احنا خدنا الجانبيه مع الاماميه، السايد كيك مع الفرونت كيك، وخدنا الداون كيك او الدروب كيك مع الراوند هاوس كيك او الوش قدم. طبعا ممكن نعكس، يعني بدل ما نبدا مثلا بالاماميه في الجانبيه ممكن نعملها العكس، يعني تعمل جانبيه في اماميه اهو زي ما حضراتكم شايفين كده،
واقف بالشكل ده كده، دخلت اهو رفعت الزاويه بتاعت الجانبيه تاني اهو، رفعت زاويه رجلي، اول ما هخش هضرب هقوم راجع تاني زاويه قايمه في ركبتي اهو بالشكل ده كده، طلعت ضربت جانبيه ركبتي رجعت زاويه قايمه عشان اضرب اماميه، تمام اهو بالزاويه دي. يعني مش شرط ان انا اعمل الركله كده، ممكن اعملها هي وعكسها، يعني لما اتمرن تمرين صح في البيت ابدا مثلا مره اماميه في جانبيه بعد كده اعكس جانبيه في اماميه واعكس، يعني اعمل حاجه وعكسها، تمام. تاني اهو سايد كيك فرونت كيك، ممكن انزل واقوم مكمل وممكن اثبت وارجع مكاني تاني، تمام. تاني المره دي هناخد بقى عكس الاثنين التانيين، زي ما خدنا الداون كيك مع الراوند هاوس كيك هناخد العكس، الراوند مع الداون كيك او الدروب كيك اهو بالشكل ده كده، واقف بالشكل ده هخش الف رجلي وارفع ركبتي هضرب وش قدم هرجع هخلي ركبتي لبره واضرب الداون كيك، تاني واقف بالشكل ده كده ضربت الوش قدم. طبعا لازم يبقى توازنك صح عشان ما تنزلش منك، زي ما قلنا لو مش موزع وزنك صح ونقلت رجلك صح هتيجي تضرب الضربه رجلك هتنزل مش تلحق تكمل الضربه الثانيه، تمام. تاني اهو تلف رجلك صح وتنقل وزنك بالشكل ده كده عشان يبقى توازنك صح، هتضرب الضربه وترجع تضرب الضربه الثانيه يبقى في توازن اهو، يعني لو كملت اكتر من ركله وفضلت اكمل ركلات كتير في توازن، طول ما التوازن والثبات بتاعك صح انت ماشي صح، تمام. من الزاويه دي راوند هاوس كيك الشكل ده كده وبترجع تاني ركبتك لبره بتضرب الدروب كيك او الداون كيك، تمام كده. يبقى احنا خدنا اول اربع ركلات مع بعض، يعني خدنا الركلتين الاولانيين وعكسهم وخدنا الركلتين التانيين وعكسهم، تمام كده. فاضل ركله التويست كيك اللي هي للخارج، زي ما قلنا كانها اشبه بالدائريه لكن هي مش دائريه، يعني الدائريه بتبقى بالشكل ده كده دوران، دي بتبقى زي الوش قدم للداخل بس دي تبقى لبره طالعه لبره سنه، تمام. تاني واقف بالشكل ده كده، لو تفتكروها في الحلقه اللي فاتت كنا بنخش بالشكل ده كده وبتبقى على بره لان انت بتفوت حاجه وبتتفادى وبتضرب الضربه للخارج، تمام. هنعملها مع ركله الداون كيك اول حاجه اللي هي بالشكل ده كده اللي هي الداون كيك مع التويست كيك، تمام. تاني واقف بالشكل ده كده ضربت الداون كيك مع التويست كيك تضرب للخارج بالزاويه دي اهو، تخش الداون كيك مع التويست كيك، تمام كده. يبقى احنا خدنا كل ركلتين مع بعض، دلوقتي هندمج اكتر من ركله، يعني مش ركلتين بس، هنخش ممكن نخشهم كلهم مع بعض ازاي؟ طول ما التوازن بتاعك والثبات بتاعك صح انت ماشي صح، تمام. واقف الوقفه القتاليه بتاعتك بالشكل ده كده، هتخش اول حاجه فرونت كيك بالشكل ده كده، بعد كده حولت وزنك على طول دخلت سايد كيك تاني، النقطه دي مهمه اهو، ان انت وانت بتخش ركله وتخش الثانيه هتتمالك نفسك والتوازن بتاعك يكون ثابت، عشان لو عطيت كل وزنك في الركله هتنزل لتحت، دي ملحوظه مهمه ان انت وانت بتضرب لو هتكمل او عامل حسابك انك هتلعب اكتر من ركله او انها مش الركله الاخيره في ركله تانية، فما تديش في الركله دي كل وزنك، لو طلعت كل وزنك فيها هتنزل، تمام. تاني يعني انا لو عملت الخطا ده كده، لو ضربت مثلا ضربه فرونت كيك سايد كيك وعطيت وزني كله فيها ورميت حملي هنزل، تمام. معلش انا طبعا بطول في الفيديو بس عشان الملحوظات دي مهمه جدا. تاني واقف بالشكل ده كده، الصح ان انا اضرب فرونت كيك ويفضل وزني على الرجل اللي انا فيها ما يختلش توازني، تاني فرونت كيك اهو بالشكل ده كده اهو، لو اختل التوازن بتاعك او رميت وزنك هتنزل، انما الصح ايه بقى اهو، ان انت فرونت كيك اهو في اول التمرين تبدا بالراحه ما تديش وزنك كله في الضرب، تحول ضربتك سايد كيك بعد كده الراوند هاوس كيك بعد كده الداون كيك تويست كيك. شفت لما بدات التدريب بالراحه ما خدتش كل وزنك في الضربه، عملت الخمس ركلات اهو وانت واقف ما نزلتش، تاني يعني ضربت الاول الاماميه في الجانبيه في الوش قدم في الداون كيك في التويست كيك وكل ده وانت ثابت على رجل واحده، طول ما انت بتبدا في التدريب كده تبدا بالراحه تخش من ركله لركله وتوزع وزنك بالطريقه الصحيحه، لو ضربت الضربه وطلعت بكل وزنك فيها هيختل توازنك او لو انت لسه هتكمل ركلات هتنزل مش هتفضل ثابت على نفس الرجل، تمام. من الزاويه دي
واقف بالشكل ده كده اهو، بتحمل وزنك كله اهو، الوزن بتنقله هنا تاني اهو، فرونت كيك، سايد كيك، راوند هاوس كيك، داون كيك، تويست كيك. زي ما انتوا شفتوا كده حضراتكم، انا ضربت الخمس ركلات كلهم مره واحده ورا بعض. ده لو انت بتكمل في قتال ومن ركله لركله وبتخش تكمل عليه تمام، بتفضل تتمرن عليهم بالشكل ده كده، وكل مره بتغير في الترتيب. يعني مش معنى ان انت تبدا اماميه او تبدا جانبيه، لا، كل مره غير وجرب احتمالات عشوائيه كتير جدا، لان الاحتمالات وان انت بتلخبط الركلات مع بعض ملهاش حدود. ان انت تبدا من ركله ثم الثانيه وبعد كده تبدل وتبدا من الاخرانيه والاولى واللي كانت في النص، افضل شكل واتمرن مع نفسك باستمرار، هتلاقي الركلات كلها جت معاك بالطريقه الصحيحه. وبكده انتهت حلقه النهارده في دمج الركلات، وان شاء الله الحلقه الجايه هنبدا في استخدامها في القتال. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير الفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.